أهلا بكم من جديد. صدر في الأيام الأخيرة كتاب جديد عن الجامعة المفتوحة للباحثتين هوازن يونس وعماليا الساعر، يحمل عنوان التنوع والنساء الفلسطينيات المهنيات في إسرائيل. وتحاول الكاتبتان في 175 صفحة الكشف عن جوانب مختلفة من حياة طبيبات ومحاميات ومهندسات في شركات هايتك، وهن جميعهن فلسطينيات مواطنات دولة إسرائيل. ويسلط الكتاب الضوء على هؤلاء النساء العاملات، ويستند على مقابلات شخصية معهن في مراحل مختلفة من حياتهن المهنية، ويكشف عن صورة معقدة لرحلتهن الشخصية وأماكن العمل. كما يكشف الكتاب عن العوائق التي واجهتها النساء والعنصرية العلنية والسرية الموجهة إليهن مقابل المبادرة والجرأة التي اتسمنا بها. للاستزادة أكثر حول ما جاء في سطور هذا الكتاب، تنضم إلينا الآن في الاستوديو في بث حي ومباشر مؤلفة الكتاب الباحثة الدكتور هوازن يونس. مساء الخير أخت هوازن. مساء الخير، أهلا وسهلا. أولا نريد بالبداية أن تحدثينا عن ولادة هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب صدر مش من زمان، في أسبوع الكتاب العبري في منتصف شهر حزيران. الدكتوراه تعيتي اللي مشرفة البحث طبعا كانت بروفيسور عماليا ساعر، فكان بتفكير انه نطلع هذا البحث كمان لحيز العام عن طريق اصدار كتاب. الكتاب زي ما سبق وذكرت هو باصدار لامدا عيون الجامعة المفتوحة ومعهد بن غوريون. في الكتاب طبعا تطرقنا لنساء فلسطينيات اكاديميات اللي درسوا بالبلاد. سنتحدث عن موضوع هذا الكتاب، ولكن الان عرضيه للشاشة. أنا نريد أن نسألك إذا ممكن على الشاشة لكي يشاهد الجمهور. قبل أن نقلب صفحات هذا الكتاب من الداخل، أريد أن نتوقف قليلا مع غلاف الكتاب. ارفعيه شوي كمان شوي. لماذا صورة امرأة بالشكل هذا؟ صورة امرأة من الخلف وليس من الأمام. يعني الفكرة كانت هيك في البداية لما سألونا إيش كيف ممكن الغلاف، أنا اقترحت صورة اللي هي من أبواب مختلفة من بلدان العالم، ولكن دار النشر قررت إنه يكون في أخذ الفكرة و يعني عملانها بطريقة اللي هي ملائمة. هيك الامرأة هي واقفة عمليا تنتظر دخولها عمليا لسوق العمل. إذا بنشوف إنه الباب هو موارب مفتوح بشكل جزئي، وهذا بدل على انه الباب هو مش مفتوح بشكل على الاخر وبشكل هوين اللي النساء تندمج فيه بسوق العمل، الا بنشوف انه مفتوح، وهذا بدل على الفرص الموجوده، ولكن بعد انه بعد في النساء لازم تعمل هذه الخطوات. الامراه في انتظار عمليا هنا دخولها لسوق العمل. اخت هوازن، ما هي ابرز النتائج التي خلص اليها هذا الكتاب؟ يعني احنا بنحكي قبل ما نوصل للنتائج، مهم جدا نحكي انه بالبحث تطرقنا لثلاث مهن اللي هن مهن مرموقة، وهي عادة هاي المهن تعتبر من عالم عادة اللي بيكونوا بهاي المهن هن الرجال، وهذا بحط تحديات خاصة امام النساء في دخول هاي المجالات. المجالات هي الطب، الهاي تك، والمحاماة، وبثلاث اجيال مختلفة. يعني النساء المقابلات كانت مع 45 امرأة اللي منهن كانوا طالبات اللي إسا بتعلموا هالمواضيع، نساء اللي بجيل الأكبر اللي هن بفاتوا لسوق العمل، ونساء اللي قدروا يوصلوا لأماكن مرموقة في داخل مهنتهن، وهن كمان كانوا سباقات في دخول هاي المهن كنساء عربيات فلسطينيات. من خلال تواصلك مع النساء اللواتي تمحور البحث حولهن في الكتاب، ماذا تعلمت بشكل شخصي من تجاربهن، وإلى مدى هناك اختلاف بين المرأة ابنة الأقلية العربية في هذه الديار وبين امرأة من المجتمع اليهودي؟ يعني أكيد يعني من التعلم، كل لقاء مع كل امرأة كان تعلم غني جدا، ويعني المرافقة تعيتها بسماع الرحلة الخاصة فيها لاختيار المهنة تعيتها ودخول سوق العمل والتبوؤ الأماكن المرموقة، ومنه أسمع الصعاب اللي كانت والتحديات والفرص اللي كانت كثير أغنى التجربة الشخصية تعيتي. كانت مقابلات اللي هي شيقة جدا وغنية جدا اللي استمتعت فيها بمرافقة النساء
وكشفهن طبعا لخبايا يعني ما وراء الكواليس من السيرة المهنية هاي. بشكل شخصي أنا كباحثة تعلمت أنه الأشياء هي غير مستحيلة، بالرغم المعيقات والتحديات هناك أيضا فرص، والنساء قادرات على صنع التغيير وقادرات أنه يوصلوا للمحلات اللي هن بخططوا يوصلوهن رغم المعيقات. بالنسبة للشق الثاني من السؤال هو الفروقات بين النساء الفلسطينيات العربيات والنساء اليهوديات، الفروقات هي عدة. طبعا ما يميز النساء هو مواجهتهن للتمييز الجندري في سوق العمل، الفروقات ما بين النساء والرجال، نطلع على المعاشات المختلفة، نطلع على فصل بين وظائف مختلفة اللي هي وظائف اللي تعتبر وظائف للرجال، وظائف للنساء، الوظائف المناصب الإدارية عادة اللي يتبوأها الرجال وأقلية طبعا من النساء. نضيف إلى ذلك إلى هاي التمييز والمعيقات الجندرية، هناك أيضا المعيقات القومية بناء على انتمائهم للقومية العربية الفلسطينية كنساء موجودات في البلاد. فكمان النساء بتعاني بتمييز بهاي المحل في المحطات المختلفة بالسير المهنية تاعتهن، سواء كان باختيارهن للمهنة. برجع بفكروا أنا كعربية هل في إمكانية أتقدم، هل في رح يقبلوني، هل ممكن ألاقي شغل بالمحطة الثانية تعيتهن، هل رح يكون هوين لإلي ألاقي شغل بالشغل اللي بدي إياته، والمرحلة الثالثة هل أنا رح أوصل لمنصب إداري اللي هو مكافأة على الكفاءات والمهنية تعيتي. فكل هاي المعيقات هي بتكون بالأساس كمان لما بنقرر، أو هاي الأفكار بتكون لما بنقرر كمان نختار المهنة تعيتنا. وما ننسى كونك عربيات كمان إيش الأفق الموجودة، إيش أماكن التشغيل الموجودة. والكتاب يسلط الضوء أيضا على العلاقات في محل الشغل. يعني أي مدى برأيك يعني المجتمع العربي التقليدي والمحافظ يمكن أن يدعم المرأة ويساندها في مسيرتها المهنية؟ هل تعتقدين بأن المرأة العربية عموما تحظى بدعم أكبر مما كان عليه الحال في السنوات السابقة؟ أكيد المرأة العربية استطاعت أنها تعمل كتير تغيير، والمجتمع العربي في تغيير إيجابي بكل ما يتعلق بعمالة النساء وتبوئهن لمهن وأماكن مهنية مرموقة، هذا يعني بخلاف عن سنين كان. ولكن يعني إحنا اليوم كمان كثير أبحاث بتشير بما أنه كثير النساء اليوم صاروا يفوتوا للجامعات، واليوم الإحصائيات هي إحصائيات اللي بتأكد أنه يعني عدد الطالبات العربيات بالكليات والجامعات في البلاد يفوق عدد الطلاب العرب الذكور، وهذا يعني انه المجتمع العربي يؤيد فكرة اندماج النساء وانخراطهن في المؤسسات الأكاديمية كطالبات، وايضا بانخراطهن في سوق العمل. الفروقات بتيجي اي مهن، وهنا في هذا يعني في هذا البحث احنا اخذنا مهن اللي هي مش مفهومة ضمنها، ولكن هي مهن اللي تعتبر مرموقة في داخل المجتمع. يعني بنحكي حلم كل ام يكون بنت أو ابنها دكتور، فإذا بيكون في هاي الإمكانية فيعني دائما في كان تشجيع، ما كان في عائق. التحدي الكبير كان أمام المهندسات الهاي تك، لأنه هذا يعني بتذكر واحدة من المهندسات اللي تعلمت هندسة كهرباء في التخنيون حكولها، غير أنه على شهادة البقروت تعيتها سجلوا لها الدكتورة فلاني أنه أنت علاماتك عالية، معناها مفهوم ضمنا بدك تكوني طبيبي، ولكن هي عارضت هاي الفكرة وحبت تكمل بهندستك الكهرباء. لما حكت لهم حكوا ايش يعني بدك تصير تطلع على العمدان الكهرباء، بدك تصير تلبسي اوفر هول اللي تشتغلي بالشتاء وبالصيف وهي. فكانت دائما في افكار مغلوطه يعني لايش المهنه نفسها، هذا شيء مجتمعي، وايضا كيف الامراه ممكن تتعامل في وتكون. هذا يدعوني الى السؤال التالي، يعني كباحثه في مجال عمل المراه، هل لا زالت هناك انواع مهن غير مقبوله اجتماعيا يعني، ام ان المراه العربيه بامكانها ان تخوض كل مجال العمل؟ طلع النساء هن قادرات، والنساء يعني لما، وهذا واحد من الأشياء اللي هيك شعرته كمان بمرافقة النساء حتى في المحلات اللي كان فيها صعوبات كمان من البيئة المحيطة، النساء غدروا يتعاملوا مع هاي التحدي، غدروا بناء على شخصيتهن، على القدرات الموجودة عندهن، قدرات الإقناع، استراتيجيات معينة، مرات يستعملوا تكتيك مختلف بأنه يجيبوا حدا من العائلة كمان اللي يدعمهن، استعملوا كثير طرق ليقدروا يوصلوا للحلم تاعهن ولا يتعلموا المهن تاعتهن. أكيد لا شك أنه بعد في هناك مهن اللي هي بعدها مش مقبولة مجتمعيا أو اللي بعد فيها تحدي كبير، بس أكيد أنا كل إيمان وثقة أن المجتمع كمان في تغيير في هذا الجانب.
دكتور هوازن، نريد أن أسألك سؤال. يعني هل اليوم وقعت حادثة قتل أودت بحياة أم لأربعة أطفال من حيفا؟ وللأسف هذه الحادثة لم تكن الأولى، لا سمح الله لن تكون الأخيرة. يعني مع الأسف الشديد، كيف برأيك يؤثر العنف ضد المرأة على مكانتها وعلى المجتمع العربي برمته؟ يعني هي العنف هو ظاهرة للأسف اللي هي منتشرة كثير عم بتكون بالفترة الأخيرة، وظاهرة العنف ضد النساء وهي ظاهرة موجودة من زمان، واللي عم بيكون اجتثاثها كثير صعب بنقل يعني لعدة أسباب، ومنها تقاعس كبير من الشرطة. مؤسف جدا هذا الحدث اليوم لما قرأته، إملاء 4 أطفال اللي تم قتلها بدم بارد أمام أعين أطفالها الباكية. التأثير هو تأثير سلبي، يعني النساء عم بتواجه هذا العنف، ولكن يعني إذا بدي أربط بين الجانبين بطلع كمان إنه التعليم الأكاديمي والعمل ممكن يؤدي لإنه الإمرأة تكون مستقلة، فبتكون لما تؤدي إلى الاستقلالية المادية تاعتها هي ممكن تكون حرة تاخذ خطوات اللي تقدر تعيش فيها وتعيش أبنائها فيها، فهذا جانب اللي هو بيأثر بطريقة إيجابية، ومع ذلك هو لا يحمي النساء. يعني النساء التي تقتل هي ليس فقط النساء اللي هن معطلات عن العمل أو نساء اللي ما صح لهن يتعلموا تعليم أكاديمي، في كثير نساء كمان قتلت بالرغم من قدرتها على إنه تكون مستقلة. مع الـ ربط العنف مع التعليم، نتطلع كمان إنه تشغيل النساء هو عمليا يقلل من العنف المادي الذي تواجهه النساء. دكتور هوازن يونس، نتركك الآن مع كلمة أخيرة توجهها للمشاهدات يعني حول الموضوع الذي تناولناه هنا، وطبعا تبعثين نوع من التفاؤل في نفوسهن. يعني أنا بفكر إنه إحنا قادرات على إنه نغير في حالنا في البداية، قادرات على نعمل تغيير مجتمع كبير، وإذا بدك تطلع هيك على جملة اللي بتنحكى إحنا ملاح وكثير ملاح كمان، لأنه إحنا والنساء ملاح. والنساء ملاح بالضبط. من هون الفكرة، الدرب هي مش إشي هوين، والطريق هي مش يعني مش دائما طريق وردي ولا ما فيها صعاب، ما في وحدة فينا كل حياتها هي سهولة، وممكن تخطي هذه الصعاب. مهم جدا انه نآمن بالقدرات تاعتنا، ان نحب نوصل لوين بدنا، يكون في عنا حلم ونشتغل على انه نوصل للحلم تاعنا بالرغم من العواصف اللي ممكن تواجهنا في طريقنا. دكتور هوازن يونس، شكرا لحضورك للاستوديو. شكرا لك. شكرا أعزائي المشاهدين.